وزارة التربية والتعليم العالي، احنا مجموعة من الطلاب، مجموعة من الكليات معتصمين لأن مساندة لأخوتنا المتظاهرين. ما قدرنا نداوم، ليش؟ لأن خطية نريد نداوم دم ضيع دم الشهيد، واحنا ما نرضى على هذا الشيء، وإن شاء الله تحقيق مطالبنا، تحقق مطلب من عندنا، إن شاء الله المطلب الثالث يكون يتحقق على مود نرجع لحياتنا الطبيعية ويصير تغيير بحال البلد من زين إلى أحسن، هذا كل اللي نتمنى إلى تحقيق المطالب، لأنه على مود دم الشهداء ما يضيع أحد. بالبداية هاي مسيرة طلابية حاشدة، هي تبدأ كوقفة قدام وزارة التعليم تعبيرا عن استنكار للقمع الحكومي اللي يتعرضوا له اخوتنا المتظاهرين اللي احنا جزء من عندهم. هاي الوقفة بعدين تصبح مسيرة حاشدة تنطلق لساحة التحرير، ومن خلالها الحين لك البيان باسم اتحاد طلبة بغداد، الاتحاد اللي هو يضم كافة الجامعات بغداد الحكومية والأهلية. الهدف من هذا الموضوع كله، الهدف توضيح فكرة انه احنا طلاب جزء من المجتمع وجزء فعال، واحنا طلاب العمود الفقري هاي الثورة، توضيح فكرة انه القمع الحكومي اللي صار واللي ما مشهود واللي ما صار اي مكان ثاني بالعالم. تعرف احنا حاليا نشهد بهذا الوقت ثورات متعدده بوليفيا، بتشيلي، بهونغ كونغ وغيرها، بس ماكو اي ثوره من هاي الثورات صار بها عدد ضحايا مثل اللي صار عندنا بالعراق. فاحنا هذا بالعكس هذا يحفزنا، يمكن اكو جهات تخيل انه هذا الشيء الشباب هذا حافز انه نستمر، لانه احنا دائما نشوف الشهداء قدامنا، صور الشهداء موجودة، إذا مو هي موجودة في بوسترات وموجودة في صور هي محيلتنا دائما ما ننساها. فما راح ترجع حياتنا الطبيعية إلا أن تتحقق المطالب اللي نفسها الشهداء طلعوا عليها. تحقيق المطالب اللي هو واحد من عدها حاليا هو تسمية رئيس وزراء عليها مقبولية شعبية. رئيس الوزراء لازم ها ساحات التظاهر اللي موجودة هنا ببغداد، ساحات التظاهر اللي موجودة محافظاتنا الأخرى، لازم احنا سوية نرتضي هذا المرشح، وبنفس الوقت اكو لازم تكون اقرار انتخابات مبكرة من خلالها راح يتم تحجيم احزاب السلطة، تحجيم النفوذ الخارجي والتدخلات بشؤون البلد، وتحجيم وجود قوات خارجة عن الإطار القانوني. فإلى حد تحقيق هاي المطالب اللي طلعوا عليها اخواتنا الشهداء اللي احنا بصراحة مو احسن من عندهم، احنا حالنا من حالهم. فإلى حد تحقيق هاي المطالب احنا مستمرين وداعمين هاي الثورة المباركة. المسيرة مثل ما تشوف هي مسيرة مكونة من كل طلاب الجامعات الموجودين ببغداد، مجموعة طبية وهندسية وغيرها من بقية الأقسام. هذا مو أول أسبوع ولا آخر أسبوع حيكون لآلاف وملايين من الطلاب اللي يجون بدون اعتصاماتهم من أمام وزارة التعليم ناب بغداد، يتوجهون إلى ساحة التحرير تضامناً ويا الناس الموجودين ويباتون بالتحرير على طول الفترة اللي فاتت، تضامناً ويا الشهداء اللي وقعوا واللي راحوا، وإحنا باقين إن شاء الله معتصمين إلى حين تحقق المطالب.
جماعه يعني ناس بالاعتصام وعندنا هواي شهداء، احنا شلون نداوم وهم يعني على مودنا؟ مري بالاعتصام لحد ما يتحرك المطالب، لحد ما المعتصمين بساحات التحرير يرجعون الى بيوتهم. احنا عقل الاعتصام عندنا مسيره طلابيه الى التحرير، الحمد لله والشكر لاعداد ما طلاب كلش هواي وبدا يزيد اكثر، واحنا مستمرين بهذا الاعتصام لحد ما يتحقق المطالب وان شاء الله ننتصر باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نصر من الله وفتح قريب، صدق الله العظيم. احتراما لدماء الشهداء وانتظار المتواجدين في ساحة التحرير، خرجنا بمسيرة مليونية. ان شاء الله نظل نسوي مسيرات كل يوم احد باذن الواحد الاحد، وما نداوم لحد الى ما تتحقق مطالبنا، مطالب الشعب. ان شاء الله باذن الواحد الاحد، واحنا ان شاء الله متواصلين في المسيرات، متواصلين باختصار. طبعا احنا موجودين في ساحة التحرير، خيامنا موجودة هناك، ان شاء الله ثابتين باذن الواحد الاحد الى تحقيق المطالب الشعبية وترحيل الاحزاب نهائيا باذن الواحد الاحد. Yeah.
بديك يا عراق. المسيرة طلابية بحتة غير مدعومة من أي جهة، لكنها مدعومة من الغيرة العراقية حصرا. أما خروجنا خروج طلاب بحت، غاياتنا واضحة، تسقيط الفساد والمفسدين. انطلاقتنا كانت من باب أو من غاية أنه لا قيمة للعلم إذا لم يستثمر في بناء حضارة، ولا قيمة للعلم إذا لم يستخدم
في محاربة الجهل والفساد. أما خروجنا حاليا، خروجنا كطلاب، غيرتنا ما سمحت لنا أنه نطلع ونداوم ونمشي الوضع طبيعي، وأخوتنا موجودين بساحة التحرير. أما دماء الشهداء حدث ولا حرج. ما معقول أي عراقي ولا واحد ممكن أنه يسمح أن ترى قطرة دماء واحدة بأي محافظة عراقية، سواء الناصرية ولا بغداد ولا ميسان ولا البصرة. كل المحافظات عانت بما فيه الكفاية 16 سنة من الفساد والتخبط وال... خليني احشيها بالعامية، والسرقة والبوق والنهب كاذبة. خروجنا كطلاب مساندة للأخوة المتظاهرين في ساحة التحرير، أما بقائنا إلى حين تحقيق المطالب. جمعتنا كل الكليات الحكومية والأهلية في مسيرة موحدة، اتفقنا كمجموعة تنظيمية طبعاً ما تابعة لأي جهة حكومية، اتفقنا على أنه لازم أنه يصير تغيير، لازم تتحقق مطالب هذا الشعب، بالإضافة لأنه نريد ضمانات لنا والمستقبلنا أنه إحنا ممكن نعيش كرامة، وممكن يعني هاي العالم كلها أنه تعيش حالة حال بقية العالم بما أنه إحنا بلد غني. الهدف هو نمنع الفساد ونمنع تدخل الأحزاب بالدولة، بالإضافة لأنه إحنا نريد حقوقنا المشروعة اللي نتمتع بها كل دول العالم، وإحنا باعتبار كبلد غني نستمر حتى تنفيذ المطالب إن شاء الله، ولحد ما يبقى آخر متظاهر بالتحرير إحنا موجودين كلهم نساندكم إن شاء الله. أحد مجموعة من طلاب كليات الحكومية والأهلية بتجهيل ساحة التحرير، هدفنا واحد اللي هو تأسيس دولة مدنية تحترم كل المواطنين، القانون فوق الجميع، مرت بعد ميليشيات وعصابات تهدد حياتنا، وقانون انتخابات عادل بعد هذا مو كل تراضين عنه، يعني بعد بي مطالب أكثر، ريد رئيس وزراء انتقالي، ريد يعني مستقل ومتابع للأحزاب، يهيئ الانتخابات مبكرة خلال سنة أقصى شيء، مفوضية انتخابات مستقلة حقيقية، مريدة تابعة للأحزاب، ومرة الأخ يرجع التزوير ويرجع يعني يصعدون جماعتهم تمرين حتى حقيقة أخير مطلب للمرفع. أرفع
هي يعني جامعات كلها تتفق في بغداد، جامعة بغداد الحكومية والأهلية، كل الجامعات تطلع من جامعتها، نلتقي كلنا يم وزارة التعليم العالي، وتنطلق من وزارة التعليم العالي توصل هنا لساحة التظاهر وساحة الأحرار وساحة التحرير. الهدف من هالمسيرة هي دعم المتظاهرين ونوصلهم صوت إنه إحنا الطلاب بظهركم، وما نرجع لحد ما أخير متظاهر منا أنا يحقق مطالبه وإحنا الطلاب نحقق مطالبنا ونرجع سوية إن شاء الله للدوام والمقاعدنا الدراسية. وأحب أوجه رسالة للعوائل العراقية، يا ريت العوائل العراقية يرجعون هنا يوم الجمعة، يعني بداية المظاهرات كانت هنا العوائل العراقية والأطفال والنساء كلهم يركضون وكان أكو ضرب، هسه الحمد لله ماكو ضرب بساحة التحرير صارت آمنة، ليش ما يجون ويساندون المتظاهرين؟ يعني هنا هسه بس طلاب متظاهرين أحرار، العوائل العراقية وهنا يا ريت العوائل تجي هنا يوم الجمعة وبعياد رأس السنة حتى نوصل للعالم كله إنه ثورتنا مستمرة. جامعات بغداد كلنا طلعنا بمسيرة طلابية وكل أحد نظم المسيرة مضربين على الدوام من يوم 25/10 إلى هذا اليوم ماكو طالب دا يداوم ما عدا القلة القليلة اللي موجودة بكل فن. إحنا طلعنا بمطالب ومطالبنا لحد هذا اليوم ما تحققت. إحنا نريد رئيس وزراء مو حزبي ونريد نأكد على مفروضية الانتخابات المستقلة. الأحزاب مهما تبقى تعاند إحنا باقيين نعاند وما راح تنتهي هاي المسيرة إلا أن تحقق المطالب، لأن الموضوع موضوع كرامة، موضوع إهمال، موضوع شهداء وقعوا. السلطة مو أقوى من الشعب ويبقى صوتنا عالي إن شاء الله وما تنتهي مسيرتنا إلا أن تحقق مطالبنا كلها. اسمعوها من عندنا.
تغطيتكم الإعلامية. فاحنا انطلقنا اليوم، كان التجمع يوم كلية الإسراء الجامعة، انطلقنا باتجاه التعليم العالي، ومن التعليم العالي انطلقنا للتحرير اللي تضامنا مع اخواننا المتظاهرين هنا اسناد الى ملكون لاسقاط هاي الحكومة الفاسدة اللي ما لبت اي مطالب إن الى الان. يعني مجرد توزيع مناصب وتحويل منها لهنا، يعني مجرد ضحك او لعب على الذقون، مثل ما نقول احنا ضحك على الذقون. للان ما نفذت لنا اي مطالب، احنا مستمرين بالاعتصام، مستمرين بالعصيان والاعتصام الطلابي، واحنا متواجدين هنا من يوم 25 والى هذا اليوم مستمرين. لو بعد شهر لو تروح علينا سنه في دول، سنتين في دول، المهم احنا باقيين، ما نوقف الا ناخذ حقنا كامل. مسيرة انطلقت شبابية طلابية من أمام وزارة التعليم العالي بالتجهيم باتجاه ساحة التحرير مساندة لأخوتنا المظاهرين، وإحنا أصرينا كطلاب إنه ما نداوم في خاطر في سبيل الشهداء اللي راحت واللي ضحت بدمائها على مود إحنا نعيش. فإحنا باقين إن شاء الله لحد ما يتغير الوضع الحالي، تستمر هاي المسيرة الطلابية المليونية لحد ما يتغير الوضع. حتى تغيير النظام، لا دراسة ولا نظام، حتى تغيير النظام، لا دراسة ولا نظام، حتى تغيير النظام، لا دراسة ولا نظام، حتى تغيير النظام. طلاب جامعة الإسراء طلعنا بمسيرة معتصمين، تقريبا دخلنا راح ندخل الأسبوع التاسع بالاعتصام،
احنا كلش متشددين على انه احنا ما نداوم ماكو وطن ماكو دوام مثل ما تعرفون، بس اكو شغله انه احنا ما طلعنا مسير نطالب بحقوقنا. طبعا الكليات كلها متوقفه على وضع العراق، طلعنا هسه مسيرتنا من جامعه اسرائيل التحقت فينا باقي الكليات على مود نوصل صوتنا للتحرير ورسالتنا. يعني احنا هو عندنا طلاب قدمناهم شهداء، وهو عندنا طلاب قدمناهم معتقلين، وان شاء الله يا ربي السلامه للجميع وشفاء العاجل الجرحانه، ويعني نريد وطن. أكدت جامعة بغداد وبقية الجامعات على أن تناصر المتظاهرين في كل شيء. نحن ناصرناهم بالاعتصام الطلابي، هذا الاعتصام الطلابي سوف يستمر إلى تحقيق المطالب. مطالبنا معروفة ومشروعة، مشروعة من كل النواحي. مسيرة طلابية انطلقت باسم مليونية طلابية، الهدف من عندها بين بينهم ارتباط الطلاب واعتصامهم وقفتهم واخوتهم ساحة التحرير، وما راح يرجعون ابد، وقيم مستمرين بالاضراب حتى يسقط الحكم ويتنازلون عن حكومهم، الا احنا نرجع لبيوتنا ونستقر ونرجع لدوامنا. من بداية الثورة لليوم احنا هنا موقفنا سند للمتظاهرين،
طلابنا كلهم موجودين سواء مفارس طبية أو خيام الدعم اللوجستي. إحنا هنا نزلنا كجزء مساند لهم متمم للشيء اللي يسووه بساحات التظاهر. إحنا هنا كطلاب إحنا الشريحة الأكبر بالمجتمع، الشريحة لها تأثير قوي. إحنا هنا نريد ندور نحقق مطالبنا، نريد نمنع هاي الأحزاب المسيطرة صار لها أكثر من 16 سنة ومدى نشوف منها نتيجة. إحنا نريد نوصل الحل، ما إجينا هنا إحنا بطرانين ولا عايزين دراستنا إحنا هيك بدون سبب، إحنا إجينا حتى نغير وواقعين هنا إن شاء الله لحد ما نحصل على التغيير اللي نريده. مسيرة طلابية انطلقت من كل الجامعات، بدايتها كانت من جامعة الإسراء إلى وزارة التعليم وانطلاقها للتحرير. هاي المسيرة تكون مختلفة، هي دعم للتحرير وأيضا أنه صوت الشعب هو اللي يقدم مرشحين. من حق فئة الطلب وفئة الشعب أنه هي هم تشارك في بناء هذا الوطن. على هذا الضوء بالأيام القادمة راح نقدم مرشح إن شاء الله سلميين مرشحين مستقلين.
التحدي والصعود ومساندة اخوانكم الثوار من خلال ايمانكم المطلق بعدالة قريتنا وحقوقنا المسلوبة ولربنا الحفاظ على وحدة الصوت بين المتظاهرين واهدافها النبيلة، حيث نؤكد على بياناتنا السابقة بقيام البعض من الاشخاص بالاصطياد في الماء العكر من خلال اصدار بيانات بين الفترة والاخرى باسم المتظاهرين والمعتصمين دون ان يخولهم احد بذلك، وذلك لزرع الفتنة والفرقة بين ابناء الشعب الواحد ويستهدف فئات معينة من الشعب العراقي وهو اسلوب رخيص. يا الأحزاب